يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقات برنامجنا الاسبوعي نبض الاتحاد. وبسعدنا لهذا الاسبوع استضافه الاستاذ محبوب علي. بدايه اهلا وسهلا فيك استاذ محبوب. اهلا وسهلا. زين ان شاء الله تمام. الحمد لله ان شاء الله زين ان شاء الله تمام. استاذ محبوب، احنا يريد يعرف اكثر مين هو محبوب علي. يكلم عن نفسك شويه، يقول انت من وين، ليش يجي امارات؟ انا يجي من امارات، انا اسم محبوب علي. انا هندي. From India. إيه from India، راجستان. أها. أنت ليش يختار إمارات؟ إمارات علشان بزنس. علشان بزنس. أيوة. ليش يختار بس إمارات؟ ليش ما يختار واحد دولة تاني، إشي تاني؟ ليش أنت يروح يعمل فوكس إمارات؟ بس أنا أحب إمارات. حب إمارات. إيه. خلينا نحكي عن يقول أنت بس يجي إمارات، شو أول إشي سويت أنت؟ أنا أول إجي هذا بطل هذا مقاولات أبو داود كومباني. هذا بأي سنة؟ هذا 2008. لا 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 1998 كذا. 1998. ايه. هذا انت يفتح شركه. ايه. انت اول ما يجي من الهند يجي انا يجي شيذا بطل شركه. ما اجيت انت يسوي از ستاف يعني؟ لا لا ما في سوي شركه. ما في از ستاف. سوي شركه على طول. على طول سوي شركه. ما شاء الله. ايه. وبمسافي انا مسافي طيب اكليبيا وادي سدر فوزيرا في برانش كثير. ايه ما شاء الله. خلينا يرجع لاول يحكي كيف هو، كيف انت سويت شغل، كيف طورت انت من حالك. انا اول شيء شغل من وادي صدر سوي برنامج. اول شغل برنامج شيخ زايد. ما شاء الله انت سوي برنامج اول. ايه شيخ زايد اول شغل. وبعدين من بعدين في ممكن نفر كيس شغل، بعدين واحد برنامج، بعدين واحد كيس، واحد برنامج كذا شغل. انا بيمشي الحمد لله. الحمد لله. الحمد. انت شو يسوي عشان يقدر يكسب ثقه الناس؟ يعني انت شو يعطي الناس عشان انت يجيبهم لعندك؟ الناس الحين في برنامج شغل له. الحين انا في سوي ممكن 150 شغل، برنامج يجي 50,000. ما شاء الله. هو ما يكفي. اها. ايه ناس في يعطيك 150 شغل كمل وبرنامج ودي 50,000 داخل الحساب مالنا. اها ما شاء الله. ايه وبعد 100,000 في بس. إيه. انا يعني يقول انه انت كيف يجي يقدر يكسب ثقه الناس؟ يعني كيف انت تخلي ناس يجي عندك؟ انت شو يعطيهم؟ ايش مميزات؟ ايش خدمات زين يعطيهم؟ انا بيجي انا بسوي احترام وشغل ما شاء الله اسوي زين. شغل زين يعني. إيه شغل زين. انت في كواليتي. ايه كواليتي. وشغل اسوي زين وناس يجي، بعدين في ناس كله يجي يسوي تليفون محبوب وين، محبوب وين، محبوب موجود. هذا صار الناس يحب انت يحب. ايه يحب الناس. وبعدين كيف طورت انت من حالك؟ بعد انا في ناس في دور ومحبوب وين تعال منا 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 سير واعطيك شغل وسوي شغل ان شاء الله. ما شاء الله انا 13 سنة الحين ما في شيء، ما في مشكلة، ما في شكاية، ما في حاجة ان شاء الله. انت شو هذا اكثر مشروع انت يسويه، يسوي نقلة، يسوي تغيير، يسوي يعني بوش لفوق؟ اي انا مشروع اسوي مع الشيء. اكثر مشروع انت يحبه او اكثر مشروع انت سويته يقول هذا مشروع كويس عمل يعني نقله بشركه. اي اكثر مشروع انا اسوي مع الجاده شيخ زايد. مع الشيخ زايد. اي شيخ زايد هاوسينج بروجرام. اها. اي هذا مبلغ يجي زين وما في تاكر، ما في شيء. الحمد لله. اي الحمد لله. انت اليوم راح يوقف لهذا الحد ولا راح يسوي كمان؟ لسه في خطط لمستقبل، لسه في خطط لبعدين؟ ايه لازم لازم. ايه لازم. انت شو في خطط حاليا؟ يعني انت في سوي خطط حاليا؟ في خطه انا يجي بعد سنتين يسوي هيك ولا ما في؟ لا لا ان شاء الله في. ان شاء الله في. ان شاء الله يقدر يعني يقدر يحكي شويه عن هذا خطه؟ ايه يقدر. ما في مشكله نتكلم. انت شو خطه نسوي؟ اوكي انا قدام لازم اريد هذا الشركة علشان في اريد فوق ان شاء الله. ايه ان شاء الله اريد فوق علشان في شغل يجي زياده واسوي شغل زياده وشغل اسوي نظيف ان شاء الله، شغل اسوي زين علشان ناس يجي اريد شغل ان شاء
ان شاء الله. انا اتمنى التوفيق مع انت، وان شاء الله يصير في هذا شركات كثير واسم انت ان شاء الله كل بالعالم كله. ان شاء الله. استاذ محبوب، خلينا نحكي الامارات. الامارات انت كيف ساعدت انت كيف وصلتك اليوم لهالمرحله؟ لا لا، الامارات زين، وانا لين اجي 2000 لا 1908 منه علشان انا داخل الامارات، بس ما بيصير مكان منطقه، ايه كله شير مكان امارات زين. وفي هذا دعم، في مساعده، ايه دعم، في مساعده، في احترام، في زين، امارات زين، الحمد لله. الحمد لله. وشو تقول انت اليوم يسوي هيك رساله شكر مع الشيوخ مع القاده وحكام وامارات، شو يقول لهم؟ ايه الحين في زين الامارات علشان انا فيها. الحين يعني سوي رساله شكر مع الشيوخ، شو يقول الشيخ؟ شيخ في والله شكر شيخ. اكيد شكرا شيخ. شكرا الامارات. شكرا الامارات ودول الامارات في شكرا. اكيد. انت قبل ما ينهي برنامجنا لليوم، اليوم في حدا بحياه انت يريد يقول له شكرا؟ ايه كله يريد شكرا. ها؟ لمين انت يقول شكرا؟ على الامارات، الشيخ مال الامارات، وشيخ مال كله هذا المنطقة، كله سبا، كله شيخ فيه. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا والله. بعد ما انت يجي منا. شكرا لك. شكرا لك. كل الشكر لي الأستاذ محبوب علي، وأنا استودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا.